السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة اليوم عندها ميسنج في التو لاترال انسايزور. زميل فاضل عمل لها تقويم وفتح مسافة لمكان التو لاترال وجات عشان تعمل زراعة. احنا اشتغلنا بالاوسيودنسيفيكيشن دريل بحيث ان احنا نعمل كومباكشن البون، ما نعملش اكسكافيشن، ما نهدرش في البون، لان يعني الدريلات العادية بتاكل في البون. وهنا عندنا زي ما حضراتكم شايفين كمية البون قليلة، فاحنا عايزين نحافظ على البون اللي موجود، وكمان احنا هنضيف عضل. فاحنا اشتغلنا بالاوسيو دنسيفيكيشن دريل، حطينا ويتس زي ما حضرتك هتشوف الفيديو، اشتغلنا على 3.3 في طول 10 وفي طول 13. حطينا الجينجيفال فومر فوق الامبلنت. بعد كده قررنا نعمل الريدج اوجمنتيشن، ان احنا نضيف عضل مكان البون ريزوربشن الشديد اللي موجود. ففي الاول زي ما حضرتك هتشوف الفيديو حطينا تاجز، حطينا الممبرين الاول والممبرين ثبتناه بتاجز كباج عشان يشيل البون. يعني احنا حطينا في ناحيه، حطينا الممبرين الاول، بعد كده حطينا اثنين تاجز، وبعد كده بدانا ندخل البون تحت الممبرين. بعد كده حطينا بقيه البون جرافت. البون جرافت اللي احنا حاطينه عباره عن زينو جرافت مع الو جرافت، ميكس ما بين زينو جرافت مع الو جرافت. حطيناه على كل الريدج من القناين للقناين. الصوره هنا من القناين للقناين، حطينا هنا زينو جرافت مع الو جرافت، فوقيهم الممبرين، الممبرين متثبت بتاجز. فوق الممبرين حطينا بي ار اف. البون اللي احنا عاملينه الزينو مع الالو، ستيكي بون، ستيكي بون. حطينا الزينو مع الالو زي ما حضرتك هتشوفوا الفيديو. بعد كده حطينا فوق الممبرين البي ار اف. بعد كده قفلنا بسوتشر 5-0. ان شاء الله في انتظار فتره الاوسيو انتجريشن من 3 إلى 6 شهور، بعد كده ان شاء الله هنفتح على الزرع ونبتدي مقاسات ان شاء الله اوبن تري او كلوزد تري ثم التركيب. هسيب حضراتكم مع الفيديو مع الحاله وشكرا. Thank you.